السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو تصحيح امتحان الوطني 2019 دورة عادية لسلك علوم اقتصادية والتدبير المحاسباتي كاستعدادات أو في إطار الاستعدادات نعم لامتحان الوطن. إذن عندنا التمرين ديال لابروبيليتي على 4 ديال النقاط كوم اون غومارك دوني لي ريزولتا سو فورم دي دو فراكسيون، بمعنى نكتبوها على شكل البسط على المقام، بمعنى ما نعطيش تما الفصيل مزيان، وديما خص يكون المقام اكبر من البسط في لابروبيليتي. اون اون بمعنى صندوق كونتيان 3 بول روج اي 5 بول فيرت. اذا ديجا خصنا دابا نعرفوا شحال عندنا لو نومبر دي بول دون ليون. دونك عندي ان كيساوي عندنا 3 روج بلس 5 فيرت، دونك لو نومبر سي 8 بول. هذا هو لا سوم. لي بول سون انديسيرنابل او توشي سي داتير لا بروبابيليتي دو ا ليفينمون ا تو سامبلومون كيساوي الكاردينال دو ا سيغ كارد دو اوميغا. السؤال الموالي عطانينا اون تير On tire successivement et sans remise deux boules de l'urne. Bimana, on a sahbana yatim bit tatabu wa bidoun ihlal li kuratin mina sondok. Et dans adna P, chaque kisawi. Kisawi juge. Et puisque adna le tirage est successivement et sans remise, donc chaque possibilité est un arrangement sans répétition. Donc adna samlo A, l'arrangement A. Donc, alors, le nombre de résultats possibles, je connais. Le nombre de résultats possibles, fait le hala, c'est ce qu'on a, le cardinal de oméga, c'est l'adat de l'économie, ou A, P, min N. Ou je connais P, ou A, juge. Ou je connais N, il y a T'minia. Donc, c'est ce qu'on a, juge, min T'minia. Donc, on passe à la correction. Et dans la taille, on a fait les événements. Dans l'événement A, les deux boules, أو سحب كرتين ولا سان روج لي دو بول تيغي سان روج، بمعنى أن عندنا ليفينمون أ تو سامبلومون أون أ هو الحصول على كرتين حمراوتين. إذا شنو خصنا؟ خصنا نعرفو الكاردينال دو أ، صافي؟ الكاردينال دو أ شحال كيساوي؟ أون أ le nombre des résultats favorables pour A. Bimana, le nombre de résultats qui est lié à cet événement A et cardinal de A qui est servi. قلنا غادي نستعملو أرونجمون، دونك غادي نهزو جوج ياك، ولكن مناش في هاد المرة، غادي نهزو جوج من الكرات الحمر المتواجدة في الصندوق. أنا هزيت جوج كرات، ولكن ما هزيتش أنا جوج كرات كيلكونغ، لا هزيت هي جوج كرات من الكرات الحمر. شحال عندي من كرة حمراء في الصندوق؟ دونك عندي ثلاثة، دونك غادي تكون أ جوج من ثلاثة، اللي هي ثلاثة عاملي على ثلاثة ناقص جوج هي واحد عاملي، اللي غادي تساوي النتيجة هي ثلاثة عاملي. وشحال هو ثلاثة عاملي؟ هو ثلاثة في جوج في واحد، النتيجة هي ستة، صافي؟ اي قلنا لو كاردينال دو اوميغا، شكون هو كاردينال دو اوميغا؟ هو لو نومبغ دي ريزولتا بوسيبل، صافي؟ لو نومبغ دي ريزولتا بوسيبل. ديجا خصك انت تكون ديجا حاسبها، كاردينال دو اوميغا شحال كيساوي؟ ا جوج من الكرات المتواجدة في الصندوق، بمعنى عدد السحابات الممكنة. دونك غادي نهزو أجوج مناش من تمنية، اللي هي تمنية عاملي على تمنية ناقص جوج هي ستة عاملي، اللي كتساوي تمنية عاملي شكون هي؟ هي تمنية في سبعة ستة عاملي مختزل بستة عاملي، غتعطينا ستة أو خمسين. ألوغ لا بروبابيليتي دو أ أشنو كيساوي؟ كاردينال دو أ على كاردينال دو اوميغا. كاردينال دو اش حال لقينا فيه؟ لقينا فيه ستة على ستة وخمسين. اذا
هذا هو السؤال الأول غادي تكون على هذا 0.5 هانتوما مونطري كو بي دو ا كيساوي 6 على 56. نحسبوا دابا بي دو بي. بالنسبة لبي دو بي أولا قبل ما نحسبوا نعرفوا بي شكون هو. بي هو لا بروميير بول تيغي اي روج، بمعنى أن ركز لينا هنا على الكرة الأولى، الكرة الأولى خصها تكون روج، الكرة الثانية خلاها مفتوحة، بمعنى الكرة الثانية هي ما غادي تكون روج أو الكرة الثانية غادي تكون فيرت، بمعنى النوع ديال السحابات اللي كتحقق ليا هاد ليفينمون بي هي جوج كرات حمر أو الكرة الأولى حمراء والكرة الثانية خضراء. كيفاش دابا نحسب الكاردينال دو بي؟ ألوغ كاردينال دو بي أش كيساوي؟ زيد جوج من الحمر، دونك غادي ندير جوج من الكرات الحمر، كاسلت الكرات حمر بلوس أو هاد النوع الثاني حيت كتسمع أو كدير زائد. شوف هاد النوع الثاني فيه كرة حمراء والثانية خضراء، إذا هزينا غير وحدة من الحمر أو واحد من ثلاثة صافي، والثانية و حيت سمع و كنترجموها في، إذا هنايا و ترجمناها بفي صافي، هنايا كان عندنا أو راه ترجمناها بزائد و واحدة من الكرات الخضر من خمسة. إذا هذه ديجا حسبناها قلنا هي ستة بلوس هذه ثلاثة عاملي، هذه بوحدها ثلاثة عاملي على ثلاثة ناقص واحد شحال هي؟ هي جوج عاملي في خمسة عاملي على خمسة ناقص واحد هي أربعة عاملي، النتيجة هي ستة زائد هذه كاملة تعطينا ثلاثة وهذا كامل غادي يعطينا خمسة، لأن غادي نختزلو هنا بربعة عاملي وغادي نختزلو هنا بجوج عاملي، دونك تعطينا ستة زائد ثلاثة في خمسة شحال هي؟ 15. الخمسطاش إلا زدنا ستة هي 21. ألوغ دونك لا بروبابيليتي دو بي غادي تكون هي 21 على ياش؟ على 56، وهي النتيجة اللي لقينا كذلك. إذا هنا هاد السؤال عليه نقطة كاملة، إذا في هاد الحالة 0.5 لكل احتمال. السؤال الموالي هو كالكولي لا بروبابيليتي ديال اش؟ ديال سي. ديال سي شكون هو سي؟ ليفينمون سي لا دوزيام بول تيغي اي فيرت، لا دوزيام بول تيغي اي فيرت، بمعنى بالنسبة لسي هو العكس ديال بي. بي ركز لينا على البول الثانية تكون غوج، البول الأولى تكون غوج، إلا هنايا ركزنا على البول الثانية، هانتوما ها هي الثانية فيرت ولكن الأولى ممكن تكون فيرت، أو لا الثانية فيرت والأولى ممكن تكون غوج، مكايناش شي حاجة أخرى. دونك الكاردينال ديال سي شكون هو؟ كاردينال دو سي هي جوج كرات من الكرات الخضر ا جوج من خمسة زائد وحدة من الحمر والثانية صافي ا واحد من سانك. اذا النتيجة هذه خمسة عاملي على خمسة ناقص ثلاثة شحال هي؟ ثلاثة خمسة ناقص جوج هي ثلاثة عاملي بلوس هذه هي 3 في 5 ديجا حسبناها اللي غادي تساوي هذا، غادي نختزلو هنا ب 3 عاملين تبقى لينا 5 في 4، هذه هي 5 في 4 في 3 عاملين غادي نختزلو ب 3 عاملين تبقى لينا 5 في 4 زائد 15 هذه هي 20 و زدنا 15 هي 35. دونك الكاردينال ديال سي راه هو 35. اذا في هذه الحاله la probabilité de C a discon donc la probabilité de C P de C اشنو كيساوي؟ كيساوي 35 على ديما كاردينال اوميغا اللي هي 56. نمشيو للسؤال الموالي. دان السؤال الموالي عندنا لانترسيكسيون بي انتر سي، بي انتر سي كالكولي بي لا بروبابيليتي دو بي انتر سي. غادي نمشيو لبي روج 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 فير، نمشيو للسي فير فير روج فير.
شكون هو الانترسيكسيون هنايا؟ هو واحد العنصر مشترك. شكون هو العنصر اللي مشترك ما بين هاد لي بوسيبيليتي ديال سي و لي بوسيبيليتي ديال بي؟ كاين هي غوج فيغ غوج فيغ. دونك اون بي انتر سي راه هو الحصول على هاد النوع من السحابات غوج فيغ. دونك الكاردينال دو بي انتر سي كيساوي نهزو وحده من الحمر صافي و كنترجموها في واحده من الخضر. شحال من كره خضراء في الصندوق؟ 5. النتيجه هي 15. ديجا حسبناها هذه شحال كتساوي صافي. دونك بي دو بي انتر سي غادي تكون هي 15 على 56. شكون هاد 56؟ هو كاردينال دو اوميغا. السؤال الاخير ليفينمون بي اي سي سونتيل انديبوندون، واش هما حدثين مستقلين؟ عندنا القاعده كتقول لنا الا كان عندنا لا بروبابيليتي، الا كانت لا بروبابيليتي دو ا انتر بي كتساوي لا بروبابيليتي دو ا فوا لا بروبابيليتي دي سي، فهاد الحاله كنقولوا راه ا بي ا اي بي سون انديبوندون مستقلين، الحدث الاول لا يؤثر على الحدث الثاني. مزيان هنايا عطاو لينا عوض ا، عطاو لينا عوض ا، عطاو لينا سي صافي. اذا بي بي اي سي سون انديبوندون، اذا كانت عندنا لا بروي دو ا انتر بي انتر سي كيساوي بي دو ا فوا بي بي دو سي فوا بي دو بي. اذا غادي نجيو هنا ونقولوا ان جان غادي نجيو بي دو بي انتر سي ونجيو هنا البي دو سي 35 على 56، وعندنا هذه لقينا فيها 21 على 56. شنو كتلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا الا مشينا درنا هنايا هاد لو برودوي غادي نحصلوا على واحد النتيجه اللي هي اكبر من هاد النتيجه هادي. وبالتالي نشوفوا قلنا بي دو سي ياك فوا بي دو بي، واش غادي نلقاوها 15 على 56 ولا لا؟ بي دو بي ديجا هي 21 على 56، اخرى 35 على 56 في 21 على 56 كتساوي. باش نحصلو هنايا على 56، لان هاد 56 خصنا نطيروه باش يبقى لينا هنايا غير هاد 56 اللي بغينا. دونك خصنا نلقاو 8 في 7، 7 راه كاينه هنايا ايوا هاد 35. واش ممكن نحصلو على 8 هنا؟ نعم 35 نورمالمون شكون هي؟ هي 5 في 7، 5 في 7 هي 35. دونك عندنا هذه هي 5 في 7 في هذه 7 في 3 على 56 في 56 اللي كتساوي هادي 7 في 7 49 نورمالمون، ما عندنا باش نختزلو هنا. إذن هنا ما عندناش باش نختزلو بهاد 56، لو أن كانت عندي هنايا 8 مثلا، 8 في 7 هي 56، تمشي 56 مع 56 تبقى لينا 5 في 3 اللي هي 15، ونحصلو على النتيجة اللي بغينا. دونك راه سون انديبوندون. إذن في هاد الحالة غادي نقولو أن هادي ديفيغون، ديما كنلقاوها ديفيغون 15 على 56 اللي كتساوي لا بروبابيليتي دو بي انتر سي. دونك بي اي سي سون انديبوندون. نو سون با انديبوندون. فوالا، اذا هنا غادي نكونو سالينا التمرين. نتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.